الاسعار بقى، هل الاسعار اللي كشفت عنها كشف عنها التوكيل، هل دي الاسعار النهائيه ولا قالوا انها اسعار مبدئيه؟ مش عايزين نفس الازمه اللي حصلت مع تويوتا ومع كيا وغيرها. لا، هم حتى الان مفيش توكيل بيثبت اسعار في مصر. حضرتك عارفه طبعا الوضع الاقتصادي و يعني وضع تذبذب العمله، اما والكلام عن تحرير كامل قادم، الله اعلم، ما حدش يعرف حاجه يعني، تمام؟ ومحدش قادر يثبت سعر عربيه، لكن هم ما قالوش ان الاسعار دي مبدئيه، هم قالوا ان دي الاسعار المعلنه للوقت الحالي. اللي مفترض انك انت، وهم ما عملوش زي بعض التوكيلات الثانيه اللي تورطت في حاجه سيئه جدا. هم خدوا مقدم حجز، وهذا قانونا غير ملزم الا ان السعر عند التسليم، لكن بعض التوكيلات الاخرى اللي تورطت خدت كامل مبلغ العربيه، فده اللي عمل ازمه، ووعد بتثبيت السعر، لكن هم لا وعدوا بتثبيت السعر ولا وعدوا بتغيير السعر، الله اعلم. لكن الاسعار بقى من كام لكام يا خير؟ ما هو الاسعار بقى تبدا من حاجه جيده جدا عملت ربكه في السوق، يعني عايز اقول لحضرتك ان هي مش مجموعه بي ام دبليو فقط، هي بي ام دبليو وميني. ميني متوفره، الميني كوبر مثلا متوفره بدايه من 790,000 جنيه، وده رقم هز السوق. احنا النهارده لسه بنشوف عربيه برضه اوروبيه اخرى، يعني سكودا فابيا لسه نازله مصر بموتور اقل منها 1000 سي سي 3 سلندر ب 750,000 جنيه. فالميني هزت السوق يعني. نيجي بقى البي ام دبليو، بي ام دبليو بتبتدي من 995,000 جنيه، ده رقم ده يعني ايه، الاكس 1 ولا ايه؟ لا، اللي هي ال 118 اي، ده رقم يعادل النهارده سعر التويوتا كرول اعلى فئه، السعر الرسمي. في ربكه جامده جدا. ال 320 اي السياره المحببه للمصريين كلهم بتبدا من 1,280,000 جنيه، ارخص من سكودا سوبيرب وارخص من هي. ايه الاسعار دي؟ انا اصلي عمال افكر كده في اخر، يعني ايه الاسعار مالها عامله كده ليه؟ يعني الملايين بقت عادي جدا في العربيات، ايه ده؟ هي الملايين بقت عادي، بس طول عمر بي ام دبليو طول عمرها، بس برضه ما كانتش كده يعني. ما كان يعني، بس نقول انها قريبه طيب شويه من المنطق يعني. اخر اغلى اغلى الام 8 بكام دلوقتي؟ منزلينها بكام؟ الام 8 كانوا منزلين، انا مش معايا لسه الاسعار، انا اسف، لان في الام 8 الام سبورت طبعا والام 8 العاديه، لكن افريج يعني على ما اتذكر ال 4 مليون. الاكس 4 خلينا في الحاجات اللي تهم المصريين اكتر، الاكس 4 مثلا ب 2 مليون 200، وده رقم يعتبر كويس جدا مقارنه باختها الجي ال تي اللي وصلت 3 مليون جنيه و3 مليون 300 المرسيدس يعني، تمام؟ المهم ان الناس تاخد العربيه، يعني انه يكون في سعر واضح. وطبعا ده سعر عند التسليم، يعني هو العقد بيقول ايه؟ الاستماره بتقول ايه؟ العقد بيقول ان مبلغ الحجز او المبلغ المقدم، نتمنى ونتعشم ان توكيل بي ام لا يغير الاسعار قريبا، حتى لو حصل حركه بسيطه في سعر العمله نتمنى انه يثبت، لان ده افضل ماركتنج للتوكيل، لكن العقد بيقول ان هو غير ملتزم بسعر الا عند التسليم، هو خد مقدم حجز وغير ملتزم بسعر اللي عندي. نتمنى بقى ان الحته دي لا يتم التلاعب فيها، ونتمنى الا نرى زيادات في الاسعار دي، لان الاسعار دي مرضيه حتى الان الصراحه مقارنه بالسوق. نعم. وبقيه البراندات هي اسعار مرضيه، فنتمنى الا نرى تلاعب في ده، وان يثبت السعر على الاقل دفعتين ثلاثه من الحاجزين، نتمنى ده. شكرا محمود خيري خبير السيارات. يعني الاهم انه الشركه تقدر انها مش بس تلتزم بالتسليم، ولكن فعلا انها تفصل التجار عن المواطنين. المواطنين من حقهم ان هم يحجزوا، التجار لو خدوا العربيه هيغلوها بسعر اكتر، هي اوريدي غاليه ولكن بسعر اعلى من السعر بتاعها، وهو ده اللي احنا مش عايزينه.